جاءت الفكرة منبثقة عن مجلس الشورى. يعني يا جماعة، يعني خلينا نفتح آفاق جديدة في 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 أساليب مجلس الدعوة الشورى الجديد. الجديد، في أساليب الدعوة السلفية. فكان من الأفكار إنه نكتب الصحافة، إذا استطعنا إن نصل إلى الإذاعة، إلى التلفزيون أيضا، في برامج، في كذا، ما في بأس. وبالفعل استطعنا ان نعطي بعض الدروس في اذاعه القران الكريم، في بعض التلفزيون الكويت، في بعض المناسبات نشارك فيها. اما على مستوى الاعلام المقروء، طبعا ما كان في وسائل التواصل الاجتماعي هذا البت، يعني في الاعلام المقروء كانت الركيزه الاساسيه هي جريده الوطن. كيف وقع الاختيار؟ هم بادروا وانت لا بادرت؟ لا لا، احنا اللي بادرنا. ليش الوطن منو اللي كان هناك وقتها؟ اللي هي المطلب حق وقتها. ذكرتني، وهذا الحقيقه جدا ذكرتني بشيء جدا مهم، وهذا من ثمرات دعوه عبد الله الخالدي، خالد السلطان، لطارق العيسى، للجناعات. كان ايامها جاسم مطوع رحمه الله عليه، محمد كان هو رئيس التحرير. وجاسم رحمة الله عنده يعني روح إسلامية ومتدين في طبعه. كان كلف الأخ طارق والأخ خالد سلطان من مجلس الشورى. أي من مجلس الشورى. طبعا أنا اللي كلمتهم، طبعا نقلا عن يعني رغبة مجلس الشورى، إنه والله إحنا يعني الآن في مقترح ان نفتح على الاعلام المقروء، وودنا تكلمون جاسم. كون اكو صلة قرابة بينكم. اي، بينهم صلة قرابة، وخصوصا ان جاسم مش كما قلت لك رجل متدين في نفسه ومحب للخط الاسلامي، ونشوف ان في الوطن فيها روح اسلامية، فيها نوع من يعني الروح الاسلامية. فكان لما كلموه جدا رحب مباشرة ولا اعترض. الله يعفو عنه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة على طول. وفي اللقاء الثاني راح معهم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، واتفقوا طبعا معاه على الخطوط العريضة على شو اسمه، وبدا الكتابة. ان من يتولى الصفحة كان الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، لانه هو المؤهل في ذاك الوقت يعني علميا، لانهم قالوا احنا نريد قضايا اعلامية، قضايا علمية وفق الكتاب والسنة يعني. فبدأ الشيخ عبد الرحمن يكتب في الصفحة، يعني يشتغل على الصفحة. صفحتين كان عدل؟ أول بداية كان صفحة واحدة، وبعدين لما شافوا أنه والله في إقبال وفي والصفحة مقروءة وفي تفاعل من الناس على مع الصفحة، زودوها الى صفحتين، صارت صفحتين. فقسمها الشيخ الى مقاله رئيسيه، وباقي الصفحات اسئله واجوبه، وبعض المقالات لبعض الاخوه السلفيين. طيب، الكتاب نرجع.